سير كتعتبروا جدي ان نديروا مجلس حكومي باش ندرسوا القضيه واش يمكن لينا ما نبقاوش نغيروا الساعه المجلس الحكومي الاستثنائي ما كانش يمكن ليكم في الاحداث ديال الحراك ديال الريف او في الاحداث ديال الجراده او في الاحداث ديال البحر وديال الهجره السريه. هادشي كلشي لم يكن يستحق مجلس حكومي استثنائي. الذي كان يستحق مجلس الحكومي الاستثنائي واش غادي نبدلوا الموري ديال ماكانتنا ولا ما نبدلوش الموري ديال ماكانتنا؟ والله زعما الحكومه في اسرع وقت تمشي في حاله افضل سيكون للشعب المغربي.